السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني وأحبابي في الله، هذه الحلقة التاسعة من سلسلة ردودنا على افتراءات جماعة السلفية المشمسة على الإمام العز بن عبد السلام رحمة الله عليه وبركاته. الحقيقة يا إخواننا إحنا بنتكلم في هذه السلسلة بهذا التفصيل لأن الغرض من هذه السلسلة الذي أريده ليس مجرد الرد على أشخاص، ولكني أريد أن أترك تأصيلا للرد على كل مسألة من المسائل التي أثارها هؤلاء المتعصبون التكفيريون الغلاة. الحقيقة من الافتراءات القبيحة جدا التي رموا بها الإمام العز بن عبد السلام رحمة الله عليه أنهم ادعوا على الإمام رحمه الله تعالى أنه يقول بخلق القرآن، وهذا اتهام كبير جدا لأن القول بخلق القرآن قول عظيم، ومن اتهم بأنه يقول بخلق القرآن فهذا اتهام كبير جدا، اتهام جسيم للغاية. وأنا أتحدى هؤلاء المتعصبين الغلاة أن يأتوا بعالم واحد فقط في هذه الأمة طعن في العز بن عبد السلام رحمة الله عليه، طعن في دينه أو طعن في شخصه أو بدعه. اذكروا لنا عالم واحد فقط في هذه 800 سنة اتهم الإمام العز بن عبد السلام في دينه أو بدعه. أقصى حاجة هيعملوها إيه؟ هيجروا يجيبوا كلام ابن تيمية اللي إحنا فندناه وشرحناه أتم الشرح وأوضح الشرح لما قال وأبو محمد سلك مسلك الملاحدة، وشرحنا المسألة دي بما يعني يغني عن الإعادة فيها مرة أخرى. وابن تيمية نفسه أثنى على الإمام العز بن عبد السلام في كتبه، بل في نفس الكتاب هو اللي قال فيه الكلام ده، أثنى على الإمام العز بن عبد السلام أكبر الثناء، وصفه بالإمام، وصفه بالإمام الفقيه وبالفقيه الحاذق وبالشيخ الفقيه، ذكره هكذا في كتبه. كيف يكون العز بن عبد السلام مبتدع ضال يقول بخلق القرآن وبعدين ابن تيمية رحمة الله عليه يثني عليه كل هذا الثناء في كتبه ويحتج بفتاوي ابن القيم رحمة الله عليه؟ كان ينقل في كتبه فصول كاملة من كتب الإمام العز بن عبد السلام رحمة الله عليه، ينقل فصول كاملة، مش بينقل مقتطفات أو يستشهد بكلمات، لا، ينقل فصل كامل. وده هبينه لكم في حلقة إن شاء الله عز وجل في ثناء العلماء على الإمام العز بن عبد السلام. ده معنى إيه؟ معنى إن العز بن عبد السلام ده كان إماما عالما ولا كان جاهل ومبتدع وكل هذه الافتراءات والأكاذيب التي يقولها من لا يساوون النعل الذي كان يلبسه الإمام العز بن عبد السلام في قدمه. هؤلاء الذين يطعنون في الإمام العز بن عبد السلام لا يساووا النعل الذي كان يلبسه الإمام العز بن عبد السلام رحمة الله عليه وبركاته، ونور الله قبره ورفع في الفردوس الأعلى من الجنة مقامه ومنزلته. العز بن عبد السلام موضع إجماع في أمة الإسلام، أجمع المسلمون على إمامة العز بن عبد السلام كما نقل ذلك الإمام النووي رحمة الله عليه في تهذيب الأسماء واللغات. نحن معنا الإجماع، وأنتم معكم إيه؟ ما معكم إلا الهوى، ما معكم إلا الافتراء والأكاذيب. تعالوا نسمع ماذا قال هذا الشخص التكفيري المشمس في افترائه الكذب الواضح الجلي على الإمام العز بن عبد السلام، ثم نرجع فنبين ماذا قال الإمام وما هو التوجيه الصحيح لكلام الإمام رحمة الله عليه وبركاته. الآن المشكلة الأخرى، يقول العز بن عبد السلام عن رب العالمين هكذا يتكلم عن الله، يقول متكلم بكلام قديم أزلي ليس بحرف ولا صوت، ثم ذكر كلامه وقال وقد أخبر الله تعالى عن حدوثها في 3 مواضع. حدوث يعني القرآن هذا محدث، حدوث عندهم عند الفلاسفة والأشاعرة كلمة حادث يعني مخلوق. طيب سمعت انت ماذا قال هذا الإنسان الذي يفتري الكذب على الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى؟ بيقول ايه؟ بيقول ان الإمام العز بن عبد السلام قال قد أخبر الله عن حدوثها في 3 مواضع، فأم هو علق قال ايه؟ قال يعني القرآن هذا محدث. يعني الإمام العز بن عبد السلام لما قال أخبر الله عن حدوثها كان يريد القرآن. طب تعال نقرأ كلام الإمام العز بن عبد السلام وتنظر إلى الكذب الصريح الواضح والافتراء الواضح على الإمام رحمة الله عليه. قال الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى في رسائله، قال وأحمد بن حنبل وفضلاء أصحابه وسائر علماء السلف براء إلى الله
مما نسبوه إليهم واختلقوا عليهم. وكيف يظن بأحمد بن حنبل وغيره من العلماء أن يعتقدوا أن وصف الله القديم بذاته هو عين لفظ اللافظين؟ وصف الله القديم اللي هو إيه؟ وصف الله القديم اللي هو كلام الله يعني. فهنا الإمام العز بن عبد السلام بيتكلم في مسألة معروفة عند العلماء بمسألة اللفظ. إيه مسألة اللفظ دي؟ اختلف أهل السنة والجماعة في هذه المسألة اختلاف كبير جدا جدا. خلي بالك إن من المشاكل المهمة والخطيرة جدا عند السلفيين بشكل عام هو أنهم تربوا على الفكرة الأحادية. يعني إيه الفكرة الأحادية؟ يعني لما بيتبنوا مسألة بينفوا الخلاف فيها. انت لو سمعت اي شيخ سلفي بيتكلم في هذه المسألة، مسألة اللفظ بالقرآن، هتعتبر ان المسألة دي فيها اجماع، وان المسألة دي ليس فيها الا قول واحد عند اهل السنة والجماعة. مسألة اللفظ بالقرآن من مسائل الخلاف، ليست مسألة اجماع. الخلاف ده وقع امتى؟ وقع في زمان الإمام أحمد وبعد زمان الإمام أحمد رحمة الله عليه، قبل ظهور أصلا الأشاعرة والماتريدية. يعني هذا الخلاف سابق على الأشاعرة والماتريدية. هذا الخلاف كان بين مين؟ كان بين علماء الحديث، وكان بين أهل السنة والجماعة وأئمة أهل السنة والجماعة. حصل خلاف عميق للغاية، لدرجة إن الإمام ابن قتيبة رحمة الله عليه قال: لم يختلف أهل الحديث في شيء من اعتقادهم كما اختلفوا في مسألة اللفظ. يعني هذه المسألة من أكبر وأوسع مسائل الخلاف عند السلف رحمة الله تعالى عليهم وبركاته، فهي مسألة خلافية، مسألة فيها خلاف. الإمام العز بن عبد السلام رحمة الله عليه لكونه أشعري العقيدة وهو ينحاز إلى عقيدة المتكلمين، فوافق جماعة المتكلمين اللي هم اختاروا القول بأن اللفظ بالقرآن مخلوق. عامة المتكلمين اختاروا القول ده، ولكنهم لم يخترعوا هذا القول ولم يبتدعوا، بل هو قول سابق لهم. وسأذكر لك الخلاف. طبعا الكلام ده هيبقى صادم جدا للإخوة السلفيين، لأن هتجد أغلب الإخوة السلفيين هيبقى ده أول مرة في حياتهم يسمعوا أن المسألة دي فيها خلاف بين أهل السنة والجماعة. لا، هي مسألة خلافية، والخلاف فيها كان عميق جدا. لأن الموضوع فين يا أخوانا؟ مشكلته فين؟ إيه اللي خلى العلماء دول يختلفوا في موضوع اللفظ بالقرآن؟ لأن اللفظ ده يشمل أمرين، لأنه من المشتركات. يشمل إيه؟ الصوت اللي أنت بتسمعه من القارئ ده، الصوت ده مخلوق بلا خلاف. الصوت اللي أنا بقرأ بيه ده صوتي أنا، وأنا مخلوق، فيبقى صوتي مخلوق. ولكن يشمل أيضا إيه؟ يشمل الكلام الذي يحمله الصوت. ما هو الصوت ده ما هوش صوت مجرد. ولذلك أنت لما بتقول سماء وبتقول أرض، ده صوت وده صوت. إيه الفرق بينهم؟ إيه الفرق بين الصوت بتاع كلمة سماء والصوت بتاع كلمة أرض؟ الفرق بينهم إن الصوت ده حمل كلمة والصوت ده حمل كلمة أخرى. فيبقى معنى كده إن اللفظ اللي أنت بتتكلم بيه ده مش بس صوت، ده صوت وكلام يحمله هذا الصوت. طيب قراءة القارئ للقرآن بتشمل إيه؟ بتشمل الاتنين مع بعض، صوت القارئ وقراءة القارئ. ممكن تكون جيدة أو سيئة، ممكن تكون قراءة مجودة أو مرتلة، أو قراءة سريعة أو بطيئة، أو قراءة فيها أخطاء حتى. كل ده بتاع القارئ، كل ده مخلوق، لأن القارئ مخلوق. وهذا الصوت يحمل إيه؟ يحمل القرآن الذي هو كلام الله. لذلك اختلفوا هنا، إن من قال لفظي بالقرآن مخلوق، قالوا لا، ده اللفظ ده يحمل الكلام، والكلام مش مخلوق، ده الكلام ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. علشان كده هتجد بقى الكلام اللي بينقلوه عن السلف بأن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر، باعتبار ايه؟ على اعتبار ان اللفظ يشمل الصوت والكلام. فمن قال لفظي بالقرآن مخلوق فيبقى ده معناه ان الكلام الذي حمله هذا الصوت مخلوق، وهذا باطل. من نظر الى الموضوع من جهة ان اللفظ مراد من قراءة القارئ وصوت القارئ وتجويد القارئ وعمل القارئ، كل ده مخلوق بلا خلاف، علشان كده اختلف، هو ده محل الخلاف والنزاع. علشان كده هنا الإمام العز بن عبد السلام بيقول إيه؟ بيقول أن القراءة، قراءة القارئ لفظ اللافظين ومداد الكاتبين. المداد يعني إيه؟ اللي هو الحبر اللي كتب بيه المصحف الشريف. يعني المصحف الشريف اللي انت شايفه ده، المصحف ده الورق بتاعه، الورقة دي اللي أنا ماسكها في إيدي، الورقة دي قديمة ولا مخلوقة؟ الورقة دي حادثة ولا ايه؟ مخلوقة، ورقة عادية خالص، ورقة زي اي ورقة. والحبر اللي مكتوب بيه المصحف الشريف ده، الحبر ده مخلوق
ولا قديم مش مخلوق؟ الحبر ده مخلوق، ولكن الكلام ما هوش حبر ورق، لأنك لما تكتب كلمة سماء ولما تكتب كلمة أرض، الكلمتين اتكتبوا على نفس الورقة واتكتبوا بنفس الحبر، ولكن الكلمتين مش زي بعض، الكلمتين مختلفتين، مع ان الورق واحد والحبر واحد. طب ايه اللي خلاهم مختلفتين؟ ان الكتابة دي مش مجرد حبر وورق، لا، ده الحبر والورق ده يحمل كلام، يحملوا الكلام المكتوب بيه. علشان كده المصحف الشريف ده صار له هذه القداسة، القداسة في الكلام اللي كتب بالحبر على هذه الأوراق. لذلك أجمع المسلمون على أن من تعمد إهانة المصحف كفر. لو واحد داس على المصحف برجليه يبقى كافر بلا خلاف. طب إيه اللي خلاه كفر؟ ده حبر ورق في الآخر. أيوة، الحبر ورق ده يحمل كلاما، الكلام ده هو كلام ربنا سبحانه وتعالى. فيبقى الكلام اللي في المصحف ده، الكلام ده اللي انت بتقرأه بعينك، ده كلام الله عز وجل، بس الورق ده مخلوق، والحبر اللي كتب بيه مخلوق، وعملية الكتابة مخلوق. هو ده اللي بيكلم عنه الإمام العز بن عبد السلام رحمة الله عليه، بيقول: وكيف يظن بأحمد بن حنبل وغيره من العلماء أن يعتقدوا أن وصف الله القديم ده، هو بص بيقول إيه، لأن هو على اعتقاد الأشاعرة هم أصلا بيعتقدوا بالقدم العين للقرآن، بيقولوا القرآن قديم العين، تقوم انت تقول له لا، ده انت بتقول بان القرآن مخلوق، كيف يستقيم هذا؟ يعني هو بيقول في نفس الجملة القرآن وصف الله القديم، القديم، فكيف يقول قديم وانت تقول لا، ده انت بتؤمن انه مخلوق؟ كيف يكون هذا؟ يعني هذا كلام نوع من السفه. شوف بيقول ايه الامام رحمة الله عليه، قال: ان يعتقد ان وصف الله القديم بذاته هو عين لفظ اللافظين. وهو بيتكلم على ايه؟ هو بيتكلم عن اللفظ بالقران، مش بيتكلم عن القران نفسه، بيتكلم عن لفظك انت بالقران، لفظ اللافظين. ده كلام عربي، بيتكلم العز بن عبد السلام كلام عربي، مش بيتكلم هندي ولا جريجي ولا اي حاجه، بيتكلم كلام عربي، يقول لك لفظ اللافظين، بيتكلم عن اللفظ ومداد الكاتبين، بيتكلم عن المداد اللي مكتوب بيه. ايه دخل ده في ان القران مخلوق؟ طيب اسمع الان المصيبه الثالثه. هذه المصيبه عند اهل العلم تسمى القول باللفظ. طبعا سمعتم قوله السابق، والان يقول: وصفه الله القديمه ليست بمدادا للكاتبين. يعني كيف كلام الله يكون مداد للكاتبين؟ المداد هذا كتب به كلام الله، لكن هو شوف يقول لك الحبر مخلوق، إذن كلام الله مخلوق. بيتكلم عن اللفظ وعن المداد، هو ده اللي بيتكلم عنه الإمام العز بن عبد السلام رحمة الله عليه. ثم قال رحمه الله تعالى: أن يعتقد أن وصف الله القديم، يبقى القرآن وصف الله القديم خلاص، بذاته هو عين لفظ اللافظين ومداد الكاتبين، مع أن وصف الله قديم، أهو تاني، أهو تاني كلام عربي، ده مش هندي ولا جريجي، مع أن وصف الله قديم، قديم يعني غير مخلوق. وهذه الألفاظ، الألفاظ اللي انت بتقراها وانت بتقرا القرآن، والأشكال اللي هي أشكال الكتابة، يعني حادثة بضرورة العقل وصريح النقل. وقد أخبر الله تعالى عن حدوثها، هي ايه اللي حادثة بقى؟ هي ايه اللي حادثة؟ وقد أخبر الله تعالى عن حدوثها، اللي هي ايه؟ الألفاظ والكتابة، الأشكال الحادثة. هو بيقول إن الألفاظ والأشكال دي حادثة، وأخبر الله تعالى عن حدوثها، مش القرآن نفسه، لأن بيتكلم عن القرآن كان هيقول إيه؟ وقد أخبر الله عن حدوثه، بيتكلم عن حدوثها اللي هي الإيه؟ الألفاظ والأشكال. وقد أخبر الله تعالى عن حدوثها في 3 مواضع من كتابه. وقد أخبر الله تعالى عن حدوثها في 3 مواضع. حدوث يعني القرآن هذا محدث. شوف قد ايه الافتراء على خلق الله، شوف هذا التكفيري المشمس قد ايه بيفتري الكذب على خلق الله، وقد ايه سوء الفهم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وحواليه مجموعة من المغيبين، ولا حول ولا قوة الا بالله، اللي هم فقط بيتبعوه لمجرد العصبية، عصبية الجاهلية. لان انا قلت لحضراتكم قبل كده ان مفتاح القبول عند هذه الجماعات المتعصبة انك تبالغ في العصبية في المسائل اللي هم بيحبوها. يعني انت اي مسألة شوف اطلع اشتم في اي حد، هيبقى وراك ملايين المتابعين من هذه الجماعات المتشددة المتعصبة، ولا حول ولا قوة الا بالله. اختلف معاه زي ما انت عايز، اختلف معاه في هذه المسألة ان القرآن
قديم العين وأنه معنى واحد قائم بالذات، أنت اختلف معاه في دي وأنا اختلف مع الأشاعرة في هذه المسألة. نؤمن بأن صفة الكلام لله عز وجل صفة ذاتية وهي صفة فعل واختيار. يعني إيه؟ يعني رب العالمين جل جلاله لا يزال متكلما جل جلاله بما شاء متى شاء جل جلال الله. كصفة الخلق الله عز وجل لا يزال خالقا جل جلاله، يخلق ما يشاء متى شاء جل جلاله. لا نقول أن صفة الخلق صفة قديمة العين إلا يبقى المخلوقات هي كمان قديمة، ما هو جه وقت من الأوقات وجدت المخلوقات بقدرة الله ومشيئته جل جلاله. كذلك سبحانه وبحمده يتكلم بما شاء، لا يزال متكلما أبدا وأزلا جل جلاله، ولكن يتكلم بما شاء متى شاء جل جلاله. هذا ما نعتقده في الله. المتكلمين الأشاعرة والماتريدية عندهم مشكلة في مسألة جريان الحوادث في ذات الله، وإن ده محال عقلا ويترتب عليه الحدوث والفناء، كلام يناقش فيه. إنما في الآخر دي مسألة، وإن أنت ترمي الناس بالباطل وبالتهم جزافا بغير حق وتفتري عليهم الأكاذيب، والله ده لا يرضي الله عز وجل، والله ما يرضيش ربنا، والله ما يرضي ربنا إنك تفتري على خلق الله وتتهم الناس بالباطل. قل رحمه الله، وهذه الألفاظ حرك، ده كلام عربي، الراجل بيتكلم عربي، بيتكلمش هندي ولا جريجي ولا سواحيلي، بيتكلم عربي. هذه الألفاظ، اللفظ اللي انت بتتكلمه، الألفاظ انا مش عارف اقول ايه، طيب الألفاظ، بيتكلم عن الألفاظ مش بيتكلم عن القرآن، بيتكلم عن لفظك بالقرآن، قراءتك للقرآن. قال مع أن هذه الألفاظ والأشكال، الأشكال اللي هي إيه؟ أشكال الكتابة، شكل الشين والسين والراء والألف والياء، الشكل اللي انت بتكتب بيه يعني. الألفاظ والأشكال، تخيل انت لما يكون واحد بهذا المستوى من اضمحلال الفهم ويبقى وراء كل هذه الألوف من الأتباع على العصبية الجاهلية لمجرد الحمية، حمية الجاهلية، العصبية المذهبية، لأنه بيشتم في الأشاعرة بقى شيخ وهو لا يفهم مبادئ العلم. أنا مش عايز أحلف ولا حتى يحسن أن يفهم ما يقرأ. بيقول لك هو الإمام رحمة الله عليه بيقول لك وهذه الألفاظ والأشكال حادثة بضرورة العقل. الألفاظ والأشكال حادثة، بيتكلم عن الألفاظ والأشكال، ما يتكلمش عن القرآن، ما قالش القرآن مخلوق عشان انت تطلع تعلق على الكلام بعد ما تقرأ وتقول حدوث يعني القرآن هذا محدث، حدوث يعني القرآن هذا محدث، حدوث يعني القرآن هذا محدث. فين قال كده؟ فين قال كده؟ فين في الجملة دي حاجة؟ ده بيقول لك صفة الله قديمة، هم بيقولوا بقدم العين للقرآن، يبقى ازاي يبقى بيقول انه مخلوق؟ يا حبيبي يعني حاول تفهم، لا إله إلا، شوف حد يفهمك، لا إله إلا الله، والله حاجة تجنن. طيب هتيجي تقول لي طب هو كده مش بيقول باللفظ، ومن قال باللفظ فهو جهمي، ومن قال باللفظ فهو كافر كما قال الإمام أحمد وغيره وغيره، والكلام اللي بيعوده الإخوة ينقلوه. أقول لك أيوة، ده أحد الأقوال في المسألة، بس المسألة ليست مسألة إجماع بين أهل السنة والجماعة. اسمع ماذا قال الإمام ابن قتيبة رحمة الله عليه في كتاب تأويل مختلف الحديث، قال وإنما اختلفوا في اللفظ بالقرآن لغموض وقع في ذلك، وكلهم مجمعون على أن القرآن بكل حال مقروءا ومكتوبا ومسموعا ومحفوظا غير مخلوق. فهذا الإجماع، يعني أجمعوا على أن القرآن غير مخلوق، وإنما اختلفوا في إيه؟ في مسألة اللفظ. مين بقى اللي اختلفوا؟ مين دول اللي بيتكلم عنهم؟ الإمام ابن قتيبة. الإمام ابن قتيبة كان معاصر للإمام أحمد ابن حنبل، توفي سنة 276 هجريا، يعني قبل ظهور الأشاعرة وقبل ظهور الماتريدية. بيتكلم بقى عن مين؟ خلي بالك، هو نفسه الإمام ابن قتيبة ليه كتاب في مسألة اللفظ في القرآن، يقول في هذا الكتاب رحمة الله عليه ثم انتهى بنا القول إلى ذكر غرضنا من هذا الكتاب. هذا الكتاب اللي هو إيه؟ صنفه في مسألة اللفظ، اسمه الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة. بيقول ثم انتهى بنا القول إلى ذكر غرضنا من هذا الكتاب وغايتنا من اختلاف أهل الحديث في اللفظ بالقرآن. يبقى مين اللي اختلفوا يا إخوة؟ كلامه هو واضح، الراجل بيتكلم كلام عربي مش بيتكلم حاجة تاني. قال من اختلاف أهل الحديث، يبقى أهل الحديث اختلفوا في مسألة اللفظ بالقرآن. قال وتشانئهم وإكفار بعضهم بعضا، يعني كان خلاف عنيف جدا بين
أهل الحديث وبين أهل السنة والجماعة، لدرجة أنهم طعن بعضهم في بعض وكفر بعضهم بعضا. قال: وليس ما اختلفوا فيه مما يقطع الألفة ولا مما يوجب الوحشة، لأنهم مجمعون على أصل واحد، وهو القرآن كلام الله غير مخلوق في كل موضع وبكل جهة وعلى كل حال، وإنما اختلفوا في فرع لم يفهموه لغموضه ولطف معناه، فتعلق كل فريق منهم بشعبة منه، ولم يكن معهم آلة التمييز ولا فحص النظارين ولا علم أهل اللغة، فإذا فكر أحدهم في القراءة وجدها قد تكون قرآنا، لأن السامع يسمع القراءة وسامع القراءة سامع القرآن، وقال الله عز وجل: فاستمعوا له، وقال: حتى يسمع كلام الله. وقال الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى: وقد كان طائفة من أهل الحديث والمنتسبين إلى السنة تنازعوا في اللفظ بالقرآن، هل يقال إنه مخلوق؟ ولما حدث الكلام في ذلك أنكرت أئمة السنة كأحمد بن حنبل وغيره أن يقال لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، وقالوا: من قال إنه مخلوق فهو جهمي، ومن قال إنه غير مخلوق فهو مبتدع، وأما صوت العبد فلم يتنازعوا أنه مخلوق، فإن المبلغ لكلام غيره بلفظ صاحب الكلام إنما بلغ غيره، كما يقال روى الحديث بلفظه، وإنما يبلغه بصوت نفسه لا بصوت صاحب الكلام، واللفظ في الأصل مصدر لفظ يلفظ لفظا، وكذا التلاوة. يبقى هنا ابن تيمية بيثبت الخلاف بين أهل الحديث في مسألة اللفظ بالقرآن، وبين مذهب الإمام أحمد وأئمة السنة من أنه لا يقال لفظ بالقرآن مخلوق ولا غير مخلوق، يعني ماذا يفعل؟ يسكت عن هذا، لا يخوض في هذه المسألة. قال أيضا رحمة الله عليه في درء التعارض: فالذين قالوا التلاوة هي المتلو من أهل العلم والسنة قصدوا أن التلاوة هي القول والكلام المقترن بالحركة، وهي الكلام المتلو. وآخرون قالوا بل التلاوة غير المتلو والقراءة غير المقروء. والذين قالوا ذلك من أهل السنة والحديث أرادوا بذلك أن أفعال العباد ليست هي كلام الله، ولا أصوات العباد هي صوت الله، وهذا الذي قصده البخاري وهو مقصود صحيح. وسبب ذلك أن لفظ التلاوة والقراءة واللفظ مجمل مشترك يراد به المصدر ويراد به المفعول، فمن قال اللفظ ليس هو الملفوظ والقول ليس هو المقول وأراد باللفظ والقول المصدر، كان معنى كلامه أن الحركة ليست هي الكلام المسموع، وهذا صحيح. ومن قال اللفظ هو الملفوظ والقول هو نفس المقول وأراد باللفظ والقول مسمى المصدر، صار حقيقة مراده أن اللفظ والقول المراد به الكلام المقول الملفوظ، وهو الكلام المقول الملفوظ، وهذا صحيح. فمن قال اللفظ بالقرآن أو القراءة أو التلاوة مخلوقة، أو لفظي بالقرآن أو تلاوتي، دخل في كلامه نفس الكلام المقروء المتلو، وذلك هو كلام الله. وإن أراد بذلك مجرد فعله وصوته كان المعنى صحيحا، لكن إطلاق اللفظ يتناول هذا وغيره. البخاري اتهم بأنه بيقول القرآن مخلوق، فأنت مش عايز العز بن عبد السلام يتهم بذلك، نفس العقليات واحدة، اتهم البخاري بأنه يقول بأن القرآن مخلوق. ووصل الأمر بإيه بقى؟ إن هم عملوا حصار على البخاري، تناقلوا هذه الأقوال وأشاعوها فيما بينه وهيجوا الناس عليه، هيجوا الناس على الإمام، لدرجة إن البخاري مات منبوذا، الإمام البخاري في آخر حياته، بسبب هؤلاء المتعصبين المجرمين، إن هو يرمي الناس بالباطل بالتهم. العز بن عبد السلام يقول بخلق القرآن، طب لما تقف بين يدي الله تقول له إيه؟ زي ما عملوا مع البخاري، البخاري مات منبوذا، انت متخيل يعني ايه البخاري؟ الامام البخاري، الامام البخاري امام اهل الحديث، يموت في اخر حياته منبوذا، ويرجع بلده يعيش فيها حزين حتى يموت رحمة الله عليه. تخيل الامام البخاري، ايوه، ليه حصل كده؟ علشان المتعصبين العميان الجهلة الاغبياء الذين يرمون الناس بالباطل ولا حول ولا قوة الا بالله، حاجة تحزن.
وشرحت لكم قبل كده ما وقع للإمام الطبري برضو بسبب أشاع نفس الكلمة، هي نفس الموضوع، نفس التهمة اللي رمي بيها البخاري، هي نفس التهمة اللي رمي بيها الطبري، هي نفس التهمة اللي دلوقتي بيرموا بيها الإمام العز بن عبد السلام، نفس العقليات وحدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام ابن علي رحمة الله عليه وسئل يعني البخاري عن اللفظ بالقرآن، قال سمعت عبيد الله بن سعيد أبا قدامة السرخسي يقول سمعت يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي يقولان أفعال العباد مخلوقة. كلام صح 100%، القرآن كلام الله، إنما صوتي ده صوتي أنا بتاعي، صوت المنشاوي ده صوت المنشاوي مخلوق مع المنشاوي، صوت الحصري ده صوت الحصري. المتعصبين من الأشاعرة برضو بيرموا أهل الحديث والحنابلة الذين يقولون بأن صفة الكلام من صفات الفعل والاختيار، يتكلم متى شاء بما شاء جل جلاله، يتهمهم أيضا بالقول بخلق القرآن. ليه؟ لأنهم بيقولوا إن كلامكم ده معناه أن القرآن حادث، بعضه أحدث من بعض، يبقى حادث، يبقى مش قديم، يبقى مخلوق. عندي كلام كتير كنت عايز أقرأه لحضراتكم لابن تيمية رحمة الله عليه ولغيره، لابن القيم وغيرهم من العلماء في المسألة دي، ولكن الحلقة هتطول جدا، وكل مرة بتقولوا لي الحلقات بتبقى طويلة جدا، حاول تختصرها. أقرأ لكم في الآخر بس كلمة مهمة قالها الإمام ابن كثير رحمة الله عليه في طبقات الشافعيين في صلب هذا الموضوع. قال رحمه الله تعالى: وقد بالغ الحنابلة في هذه المسألة، اللي هي مسألة الإيه؟ اللفظ بالقرآن يعني. قال: وتعصبوا لها كثيرا، واعتقدوا أن القول بها يقضي إلى القول بخلق القرآن زي ما هؤلاء الجماعة يفعلون. قال: وليس كما زعموا. مين اللي بيقول كده؟ ابن كثير رحمة الله عليه بيقول لا، الكلام ده كده مش صح، الكلام ده كده فيه مبالغة، فيه عصبية بغير حق. قال: واعتقدوا أن القول بها يقضي إلى القول بخلق القرآن وليس كما زعموا، فإن الحق لا يحتاط بالباطل والله أعلم. لما يكون في الأمة علماء بيفكروا كده يبقى الأمة دي فيها خير، وسيظل الخير فيها باق إلى يوم القيامة. طيب هنا الإمام العز بن عبد السلام رحمة الله عليه يقول إيه؟ قال: وقد أخبر الله تعالى عن حدوثها، هو بيتكلم بقى عن إيه؟ عن الألفاظ والأشكال في 3 مواضع من كتابه. قوله تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. هو بيستدل بالآية الكريمة دي على إيه؟ بيستدل بالآية دي على أن نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام حادث، وقراءة جبريل عليه السلام على النبي حادثة، وقراءة النبي عليه الصلاة والسلام بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن المنزل على الصحابة وعلى الناس في زمانه، فعل القراءة ده حادث. قال الإمام الطبري رحمة الله عليه يقول تعالى ذكره: ما يحدث الله من تنزيل شيء من هذا القرآن للناس يذكرهم به ويعظهم إلا استمعوه وهم يلعبون. يبقى إيه الحادث؟ خلي بالك، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. هو إيه المحدث؟ المحدث الذكر ولا الإتيان؟ المحدث الإتيان، الذكر نفسه ده كلام ربنا سبحانه وتعالى غير مخلوق، إنما الحادث إيه؟ إيه المحدث؟ الإتيان، فعل الإتيان ده هو اللي محدث. فعل إتيان جبريل إلى النبي ده محدث، فعل بعثة النبي إلى الناس ده محدث، فعل قراءة القرآن على الناس، النبي قرأ القرآن على الناس، الصوت اللي الناس سمعوه محدث، صوت النبي. إنما القرآن أو الكلام الذي حمله هذا الصوت ده كلام ربنا غير مخلوق. هي دي المسألة بمنتهى البساطة. قال ابن زمنين في تفسيره: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، يعني القرآن. القرآن محدث؟ لا، مش قصده كده، قصده أن الإتيان بالقرآن هو اللي محدث. إلا استمعوه وهم يلعبون، يسمعونه بآذانهم ولا تقبله قلوبهم. وقال الإمام البغوي: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، يعني ما يحدث الله من تنزيل شيء من القرآن يذكرهم ويعظهم به. يبقى إيه المحدث؟ عملية التبليغ دي هي اللي محدث، إنما القرآن نفسه كلام الله غير مخلوق. هي دي المسألة ببساطة. قال الإمام رحمة الله عليه: الموضع الأول قوله تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، جعل الآتي محدث، اللي هو فعل الإتيان يعني. فمن زعم أنه قديم فقد رد على الله سبحانه وتعالى، وإنما هذا المحدث دليل على القديم. طبعا دي بقى الجملة اللي فعلا كان ينبغي الوقوف عندها، اللي هي إيه؟
أن هذا المحدث دليل على القديم. ليه؟ لأن مسألة اللفظ بالقرآن دي ترتب عليها مسائل، من أهمها مسألة بايخة جدا اسمها مسألة العبارة. مسألة العبارة دي إيه؟ إن بيقولوا طيب هل دلوقتي القرآن كلام ربنا وكلام الله صفة الله عز وجل، فهل معنى كده أن القرآن لما يكتب في المصحف، المصحف الشريف ده مكتوب فيه القرآن اللي هو كلام ربنا، هل معنى كده إن صفة ربنا سبحانه وتعالى حلت في هذا المصحف؟ هل الشخص اللي بيحفظ القرآن، واحد حفظ القرآن، هل معنى كده إن صفة الله عز وجل حلت في هذا الإنسان؟ يبقى معنى كده أن صفات لا ممكن تحل في المخلوقات مسألة من المسائل البيخة اللي دار فيها كلام كثير جدا. ويعني ابن تيمية رحمة الله عليه كان له رسالة في هذا الموضوع اسمها الفتية الأزهرية، تكلم فيها في المسألة دي، تكلم عنها بتوسع أكبر في الرسالة التسعينية، وتكلم عنها في درء التعارض، وابن القيم تكلم عنها كلام أفضل حتى من كلام ابن تيمية في الصواعق المرسلة. المهم يعني مسألة الكلام فيها كلام طويل والخوض فيها مش هيكون مفيد. الناس دول المتكلمين دول هم قالوا أن القرآن هو عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله أو دلالة على كلام الله، ظهر قصادهم من ناحية تانية في الحنابلة مجموعة تطرفوا في الجانب الآخر وقالوا إن الأصوات والأحبار والأوراق قديمة غير مخلوق. يعني المصحف الشريف ده الأوراق بتاعته قديمة مش مخلوق، والحبر اللي مكتوب بيه ده قديم مش مخلوق. فيعني دار بقى نقاش كبير في المسألة ديت، والخوض فيها مش هيكون مفيد. فهنا هو بيقول بالقول اللي هو إيه المشتهر عند المتكلمين. طبعا هم بيلقطوا الجماعة المتعصبين دول بياخد بقى الجملة دي ويقول لك ده معناه إيه، إن كده في قرآنين، كده في قرآنين. إذن في كلام قديم وقرآن حادث، قرآن قديم وقرآن حادث، صاروا اثنين. إن قرآن اللي هو كلام الله عز وجل وكلام وقرآن تاني اللي هو عبارة عن كلام، لا الكلام ما يحتملش هذا المعنى أبدا. ليه؟ لأن أنت عارف المخطوطة، لو أنت جبت مخطوطة بتاع الكتاب وجبت المخطوطة دي عملت منها نسخ، عملت منها مليون نسخة، هل معنى كده أن بقى عندك مليون كتاب ولا هو كتاب واحد؟ هو كتاب واحد. يعني المصاحف الشريفة دي، المصحف الشريف ده في منه كام نسخة في العالم؟ ملايين النسخ. هل معنى كده أن في مليون قرآن ولا هم كلهم قرآن واحد؟ هم كلهم قرآن واحد. كذلك المخطوطة اللي انت اخدت منها الكتاب وطبعته، هل النسخ المطبوعة دي هي عين المخطوطة؟ لا مش عين المخطوطة. طب هل هي كتاب اخر؟ لا مش كتاب اخر. هي دي المسألة ببساطة. كلام من يقولون بالعبارة او الحكاية او الدلالة كلام مردود، كلام مردود غير صحيح، لا نقول به ولا نقبله بل نمسك عنه، لأنها مسألة ما جاء ذكرها في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا جاءت على ألسنة أحد من السلف رحمة الله عليهم. ولكن لا يلزم من هذه المسألة أن يكون هناك قرآن حادث وقرآن قديم أبدا. لا يقول بهذا أحد أبدا ممن يقولون بالعبارة أو الدلالة، لا يقولون بهذا ولا يحتمل كلامهم هذا المعنى. فالعز بن عبد السلام يقول وقول الرسول صفة للرسول ووصف الحادث حادث يدل على الكلام القديم. الفهم الذي فهموه أن القرآن ينسب إلى محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الفهم وليد بن المغيرة. تعرف من وليد بن المغيرة؟ الدليل الثاني الذي استدل به العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى في مسألة اللفظ قول الله عز وجل فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. إنه لقول رسول كريم اللي هو إيه؟ الذي سمعوه بآذانهم، اللي سمعوه الناس بآذانهم ده إيه؟ ده صوت النبي عليه الصلاة والسلام. قال وقول الرسول صفة الرسول ووصف الحادث حادث يدل على الكلام القديم، فمن زعم أن قول الرسول قديم فقد رد على رب العالمين. إنه لقول رسول كريم اللي هو إيه؟ ما سمعه الناس من الرسول، الصوت اللي الناس سمعوه ده صوت الرسول، إنما الكلام الذي حمله الصوت هو كلام الله غير مخلوق. واستدل أيضا بالآية الأخرى فلا أقسم بالخنس والجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. نفس الموضوع، هذه الآية تشير إلى جبريل عليه السلام، والآية الأولى تشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكلا الآيتين في نفس المعنى، أن بلاغ الوحي من جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ده كده حادث، وسماع النبي الوحي من جبريل عليه السلام حادث، الصوت الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل الصوت حادث، والكلام الذي حمله الصوت هو كلام الله غير مخلوق. ونفس الموضوع في إبلاغ النبي عليه الصلاة والسلام للناس، هذا الحدث الإبلاغ ده حادث، الصوت اللي الناس سمعوه من النبي
حادث، الكلام الذي حمله الصوت هو كلام الله غير مخلوق. هي دي المسألة ببساطة. خلاص الكلام إيه في مسألة اللفظ بالقرآن؟ الحق فيه هو الإمساك عنه، لأنه ما جاء في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكلم به أحد من الصحابة، فالحق أن نمسك عن هذا الكلام مع الإيمان والقطع الجازم أن القرآن كلام الله غير مخلوق. هي ديت المسألة، يعني حاولت أن أنا أشرحها وأبسطها على قدر ما أستطيع، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. تبقى لنا حلقة واحدة في هذه السلسلة، وهي مسألة طعن هذا التكفير المشمس في شيخنا أبي إسحاق الحويني، لأنه استدل بكلام للإمام العز بن عبد السلام. ده إن شاء الله سنشرحه ونبينه في الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل وقدر. ومش هنسى في ختام هذه الحلقة إن أطلب من حضراتكم تساعدونا على نشر هذا المحتوى حتى يصل لجميع المسلمين، حتى لا ينساقوا وراء هذه الجماعات المتعصبة، ويحدث لهم البيان الكافي والشافي. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يكون نافعا لكل من يستمع إليه. جزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.